مرحبا بكم في فيديو جديد، وموضوع اليوم هو كيف تتخلص من القشرة. وقبل كل شيء، كانك جديد في القناة، مرحبا بك. كتحب تتعلم الأناقة وأحسن أنواع الملابس واستلاد الشعر والأحذية، قم بالاشتراك في القناة وقم بتفعيل المنبه لكي تصلك الإشعارات عند تحميل فيديو جديد. إذا واحد من المتابعين الأعزاء يعاني من القشرة، وقررت نعمل الفيديو ذا باش أفسرلكم شنو هي أسباب القشرة وكيف تتخلص منها. وانت زادة كان عندك اي مشكلة، تجن تبعث لي ايميل تلقاه دوت في الديسكريبسيون، ولا ادخل الانستغرام تلقى مكتوبة ايميل، انزل عليها وبعث لي ايميل. وكذلك اعمل فولو في الانستغرام، واليام تاعهم موجود في الديسكريبسيون. اذا القشرة هي شيء عادي جدا، وتصير النسبة كبيرة ياسر من الناس، واني بدي تصير لي من حين الى اخر، ونجم نتخلص منها بسرعة. الاسباب الرئيسية للقشرة هي اولا فروة الرأس الجافة، والخلايا الميتة بتاع البشرة هي اللي تولي قشرة. وثاني سبب هو فروة الرأس الدهنية ياسر، والدهون الزايدة في فروة الرأس تكون خلايا اسمها الماليسيزيا، وتنجم كذلك تتكون في ياسر بلايص أخرى. على كل حال، أخطأنا بالأمور العلمية، على خاطر الهدف بتاع قناة نتاعي إني نجم نعاونكم بطريقة بسيطة والناس الكل تنجم تفهمها. والآن كيف تتخلص من القشرة؟ بالنسبة للفروة الجافة، يلزمك تقلل من استعمال الشامبو، لازمك تستعمل أكثر من مرتين في الأسبوع، وهذا على خاطر شامبو يجفف الفروة وكذلك يجفف الشعر. وكذلك يلزمك ترطب فروة راسك. تستعمل الشامبو يلزمك ديما تستعمل معاه مرطب، ما تستعملش الشامبو اللي يقولك ديزونا ولا تروزونا، على خاطر هذاك مش فعال ويمر هذيا جيست ماركتينغ. أحسن شيء إنك تستعمل زيوت طبيعية، كما زيت جوز الهند هو زيت طبيعي 100% ب3600 فقط، وتنجم تتحصل عليه في الصيدلية. نجم تستعمله قبل الدوش بفترة، وإلا تنجم تخليه ليلة كاملة وتغسله الصباح. وإلا ماسك بتاع شعرك تستعمله بعد الشامبو، تخليه 10 دقائق في شعرك ومن بعد تغسله. وكذلك تأكد إنك توصل الزيت إلى فروة الرأس، على خاطر إحنا نحبوا نرتبوا فروة الرأس قبل الشعر. ويلزمك تستعمل شامبو فعال ضد القشرة كما هيد أند شولدرز. وبالنسبة للأشخاص اللي عندهم فروة دهنية ياسر، لازمك تستعمل الشامبو أكثر من العادة باش تمنع ظهور الخلايا اللي قلت لكم عليها. أما المشكلة إنه الشامبو ياسر ينجم يضر لك شعرك، إذا حاول تتحصل على شامبو خالي من السلفات. وكذلك نصيحة للناس الكل، حاول ما تعرضش شعرك للغبار. وإذا كانت طبقت النصائح هذه الكل وما عطتكش نتيجة، ربما عندك مشكلة جدية أكثر من اللازم ويلزمك تزور طبيب. وهكا وصلنا لنهاية الفيديو، خليه لايك، وكان عندك أي تساؤلات خليه تعليق في الأسفل، وإن شاء الله ملتقانا في الفيديو القادم.